الصوت تمام والدنيا زي الفل، اهم حاجة الصوت. بص بقى انا هشرح، على بين المشرح، على بين المشرح يعني ان شاء الله عايزين 28,000 دول يوصلوا 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي في لايف الخميس بتاعنا بتوقيت القاهرة الساعة 10، بتوقيت ألمانيا الساعة 9، بتوقيت تونس الساعة 8 عشان أهل تونس بيزعلوا. موعدنا النهاردة مع فكرة من الأفكار الروشة جدا. ما تسألنيش هي أينس ولا أتس باي ولا بي أينس ولا بيتس باي، هي ألماني. فكرة روشة جدا وفكرة كويسة جدا، بتدي تقل للغة بتاعتك، وهي الحمد لله سهلة مش صعبة، بتدي تقل فعلا للغة بتاعتك، ومهاش صعبة الحمد لله. الحمد لله ما هيش صعبة، يعني الحمد لله انت تقدر تتعامل معاها بسهولة شديدة جدا، فعلا انت تقدر تتعامل معاها بسهولة شديدة جدا. بس لو سمحت فضلا، لو انت متابعنا على اليوتيوب اتفضل اعمل سبسكرايب، انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، واعمل اي رياكت لايك او ديسلايك. طبعا انا عارف ان انتوا هتقولوا لايك، وكمان تعملوا اي كومنت تقولوا احنا مرضيين او تقولوا احنا مش مرضيين. الحاجات دي بتفرق معايا انا شخصيا في اني اعمل ريت، اقيم الكلام بتاعي ماشي ازاي. فمحتاج من حضراتكم ان انتوا تعملوا لي الكلام ده لو سمحتوا. خلاص هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها ايه يا صديقي؟ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنسوش تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه. هتكلم عن حاجه اسمها ريلاتيف ذاتس. يعني يا صديقي ريلاتيف ذاتس؟ ريلاتيف ذاتس يعني حاجة كده اسمها جملة الصلة. اسمها ايه يا شباب؟ تاني كده معلش، اسمها جملة الايه؟ الصلة. يعني ايه الاسلام جملة الصلة؟ يعني ايه جملة الصلة؟ يعني زي في اللغة العربية الضمائر الموصولة. زي في اللغة العربية الضمائر الموصولة. يعني ايه الضمائر الموصولة؟ يعني الذي والتي واللتان والذين ولا مش شويه الحاجات دي. فتيجي ناخد مثال بالعربي كده، الرجل الذي قابلته بالامس كان يرتدي ان نننننا. الفتاه التي جايه من المانيا. الناس الذين فعلوا كذا وكذا يقولون كذا وكذا. في حاجه اسمها جمله الصله. يعني ايه جمله الصله؟ قبل يا صديقي لما اقول لك يعني ايه جمله الصله، تعالى لما راجع لك حاجه ضروريه جدا لجمله الصله، الا وهي ايه؟ بص انا هسيب هرجع كده، بص هرجع فين؟ هرجع للكلام اللي انا كنت لسه بشرحه لزمايلك من شويه صغيرين ده. الكلام اللي كنت بشرحه لزمايلك من شويه صغيرين ده راح فين؟ ما تعرفش راح فين. ماشي هعمله كده تاني، وتعالى لما اقول لك. عشان تفهم جمله الصله صح، انت محتاج تبقى فاكر الادوات بتاعت حضرتك، الادوات في حاله النوميناتيف، الادوات في حاله الاكوزاتيف، الادوات في حاله الايه صديقي الداتيف. في حاله النوميناتيف كانت الارتيكل اللي اسمها ده، وكانت الارتيكل اللي اسمها داس، وكانت الارتيكل اللي اسمها دي، والدي بتاعه البلورال. لما رحنا في حاله الاكوزاتيف الدير اتغيرت بقت دين، والداس فضلت زي ما هي داس، الدي فضلت زي ما هي دي، والدي كمان فضلت زي ما هي دي. طيب ولما رحت في حالة الداتيف الديا بقت ديم، والدس برضو بقت ديم، والدي بقت ديا، والجمع دين وبنزود ان على الجمع. دين وبنزود ان على الايه يا صديقي؟ الجمع. تقول لي ايه علاقة الكلام ده بجملة الصلة؟ اقول لك مالكش فيه. راجع بس يلا معايا. يعني ايه مالكش فيه؟ هو مش انا المستفيد اقول لك يا صديقي راجع بس وهترد الكلام ده دلوقتي حالا في جمله الصله. يلا عم سمعني، دير دين ديم. تاني كده اسمهم ايه؟ دير دين ديم. تاني يلا ها، دير دين ديم. ادي دير بقت في الاكوزاتيف دين، بقت في الداتيف دين. داس داس ديم، او احنا كنا بنقولها كده لو تفتكروا احنا بنشرح الكلام ده، قلنا دبل داس ديم، دبل داس يعني داسين، دبل داس ديم، ودبل دي ديا، ودبل دي دين والان. تاني كمان مره، شوف لي الادوات في حالتها الاعرابيه، في النوميناتيف دير داس دي دي، في الداتيف الدير بتبقى دين والباقي بيفضل زي ما هو، الداتيف ده ابن لذينه، كل الادوات بتتغير.
الدير بتبقى ديم، الدس بتبقى ديم، الدي بتبقى ديا، والدي بتاعت الجامع بتبقى دين زائد يا صديقي ال. تعالى يا عم الحاج لما نبدا نتكلم عن جمله الصله، بس افتكر الكلام اللي هناك ده دلوقتي كويس جدا، تفتكره ليه كويس؟ لان انا هكرره كمان مره، هكرره دلوقتي حالا. يلا صديقي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في يا صديقي عشان تعمل جملة الصلة لازم حضرتك تبقى عارف او يبقى عند حضرتك كلمة كده اسمها بيتسوكس فورت. يعني ايه كلمة بيتسوكس فورت؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، ركز الله يسترك. الكلمة اللي اسمها بيتسوكس فورت بالعربي يعني ايه؟ يعني كلمة ذات صلة. يعني ايه يا الاسلام كلمة ذات صلة؟ هو انت بتكلمني بطلاسم ليه؟ مش انا من شوية صغيرين كنت لسه بكلمك بقول لك ايه؟ كنت لسه بكلمك عايز اقول الراجل اللي، البنت اللي، الناس اللي. يبقى ضمير الصلة ده دايما بيعود على حاجة. اهي الكلمة دي اسمها كلمة ذات صلة، او ممكن تقول كلمة مرجعية. يعني ايه كلمة مرجعية؟ يعني كلمة احنا بنرجع لها. العربية اللي سافرت بيها، القطر اللي مش عارف ايه، الناس اللي بيلعبوا في المكان الفلاني، الفريق اللي عمل كذا وكذا وكذا، الفلان اللي سوى مش عارف مين. يبقى دايما عندنا بيتسوكس فولت، دايما عندنا بيتسوكس ايه يا صديقي؟ فولت. يعني ايه كلمة بيتسوكس فولت؟ يعني كلمة مرجعية. وبعدين في كوما، استنى بس عشان الكلام ده بالنسبة لي ضروري جدا. وبعدين في ايه يا صديقي؟ كوما. هنا في الحتة اللي بعد الكوما دايما في حاجة اسمها، ركز بقى، ريلاتيف برونومن. يعني ايه يا صديقي ريلاتيف برونومن؟ يعني ضمير الصلة اللي هو الاسم الموصول. يعني ده هيبقى اسمه ايه يا صديقي؟ ضمير الصلة، او الاسم الموصول اللي احنا بنقول عليه بقى الذي والتي والذين والذان. ايه بقى هو الريلاتيف برونومن؟ هو الدير والدن والدس والدم والددددد، الحركات اللي اتقالت من شويه دي. وبعد كده ركز كويس جدا، وبعد الريلاتيف برونومن دايما بتيجي نيبن زاتس. يعني ايه نيبن زاتس؟ يعني جمله جانبيه. يعني جمله ايه يا صديقي؟ جانبيه. باختصار الجمله الجانبيه يعني الريلاتيف برونومن او الجمله بتاع ضمير الصله او جمله الوصل بتجيب الفعل المتصرف في اخر الجمله، بس الفعل المصرف يتجاب فين يا صديقي؟ في اخر الجمله. وبعدين ومكمل بقيه كلامك بقى، عايز تكمل عايز توقف مفيش مشكله. تقول لي يا اسلام بعد اذن حضره جناب معاليك كده قول لي الكلام ده تاني. اقول لك جمله الصله بتتكون من الكلام ده. طبعا قد يبدو ليك الكلام ده طلاسم، والله يا ابني وانا عذرك، انت لما تيجي تقول لي ايه اللي بيتقال ده انا ممكن ما اكونش فاهم قوي. اقول لك يا صديقي انت كده كده بتيجي مش فاهم قوي وبتمشي مرضي، فاصبر اصبر هتتراضى ما تقلقش. انت بس اصبر. يلا يا عم سمي الله. مبدئيا جملة الصلة بتتكون من بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة اسمها كلمة مرجعية اللي بيرجع عليها ضمير الصلة. الكلمة المرجعية دي بتبقى في جملة الأولى فأنت بتدور بتلاقيها. وبعدين حاجة اسمها ريلاتيف برونومن يعني ضمير الصلة أو الاسم الموصول اللي هو الذي والتي والذين والتي ولا مش عارف مين. وضمير الصلة ده بيجيب نيبن ذاتس. يعني إيه نيبن ذاتس؟ يعني مثلا إيش كوما أو سكايغو دي جملة عادية، عايز أعملها نيبن ذاتس تبقى إيش أو سكايغو كوما، بتجيب الفعل المتصرف في الآخر. إيش ليبا زايد زفاي يارن إن دوتشلاند، ايش زايد زفاي يارن إن دوتشلاند ليبا، بتجيب الفعل المتصرف فين؟ في آخر الجملة. يبقى من الآخر الريلاتيف برونومن بيجيب الفعل المتصرف فين؟ في آخر الجملة. بص بقى يا صديقي، سمي الله وركز، قول بسم الله الرحمن الرحيم. عايز مبدئيا اجيب الضمائر بقى الصله اللي هي البيرسونال برونومن، اجيبها ازاي؟ سموا الله، قولوا بسم الله، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا لو انا مثلا هتكلم عن كلمه البيتسوكس فورت الارتيكل بتاعتها دي، بالله عليكم لا تركزوا. مثلا هقول ايه؟ داس است ديا مان. يلا يلا يا عم سمي الله، طلع لي بعد اذن حضره جناب معاليك البيتسوكس فورت هي الكلمه اللي اسمها ايه؟ تيامان. يلا بقى ركز عشان الكلام اللي جاي ده هو الكلام. يبقى البيتسوكس فورت بتاعتنا هي الكلمه اللي اسمها مين؟ تيامان. وبعدين قمت عامل الكوما اللي انا قلت لحضرتك عليه. عايز اقول الراجل اللي، عايز اقول الرجل الذي، اللي هي ايه؟ يلا
اللي هي ضمير الوصل او اللي هي الريلاتيف برونومن. طالما الاسم ده الارتيكل بتاعه دي فانت عندك واحد اتنين تلاتة يا عم والله اربعة. عندك ضمير صلة اسمه دير، عندك ضمير صلة اسمه دي، واحد اتنين تلاتة يا عم والله اربعة. عندك ضمير صلة اسمه دير، عندك ضمير صلة اسمه دي او بلدي كومت. يا اسطى بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اقول كده، ركزوا بسم الله، ركزوا قولوا بسم الله. يلا عايز اقول هذا يكون الرجل اللي جاي من القاهرة. يلا بقى يا عم شغل لنا شوية عربي. بقول هذا هو الرجل اللي جاي من القاهرة. شفت كلمة اللي دي؟ لو انت عايز تجيب الاعراب صح قول الرجل، الرجل جاي من القاهرة. يلا يبقى الرجل اللي هيتحط هنا او اللي هتتحط هنا، بالله عليكم فاعل ولا مفعول ولا مجرور ولا مضاف ولا مضاف اليه؟ وش الراجل اللي جاي من القاهرة نوميناتيف فاعل، يبقى حضرتك هتكتب الكلمة اللي اسمها مين يا صديقي؟ ها؟ ديا. يبقى أنت هتكتب الكلمة اللي اسمها مين؟ سمعني. يبقى أنت هتكتب الكلمة اللي اسمها ديا. يلا هذا هو الرجل اللي جاي من القاهرة. أنا عمال أحكي لك أقول لك ده أنا قابلت امبارح واد جامد جدا بس من مصر وخصوصا من القاهرة. فأنا شفناه تاني يوم بقول لك واد يا حموكشة، تقول لي نعم، أقول لك هذا هو الرجل الذي يأتي من القاهرة. Das ist der Mann, der aus Deutsch aus Kairo kommt. هو ده الرجل اللي جاي من الايه؟ من القاهرة. طيب أنا هجيب نفس المثال وهثبت مين يا صديقي؟ وهثبت Das ist der Mann. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. في المثال رقم اتنين هقول كده Das ها ist يكون der Mann. قولوا بسم الله. وبعدين كومة. وبلا بلا 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 هويتا ناخ بالين فليكت. خلي بالك يا صديقي، خلي بالك ان انا بعودك على حاجة. يلا نطلع اللي بيني وبينك كل خير وترجمة يا اسطى. هذا هو الرجل، هي دي الجملة الكلمة المرجعية. اهم حاجة اداتك يا ولية انتي طلع الارتيكل بتاعتها دي. طالما الارتيكل بتاعتها دير يبقى بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي دير دين ديم دس. عايز اقول بالعربي اللي مسافر النهارده الى برلين. مين اللي مسافر النهارده لبرلين؟ الراجل. يبقى اللي هتتحط هنا في حاله النوميناتيف فتبقى ديا هويتا ناخ برلين فليكت. هذا هو الرجل الذي يسافر اليوم الى برلين. يبقى ديا هويتا ناخ بالين ليكت. فهمت الفكرة ماشية ازاي؟ خلي بالك كويس جدا، انت بتحط ضمير الصلة اعربه ايه؟ نوميناتيف ولا اكوزاتيف ولا داتيف ولا جينيتيف؟ طب خد كمان مثال. بسم الله هات لي كده المثال رقم ثلاثة بيقول ايه؟ بس أنا عايزك تركز، قول بسم الله الرحمن الرحيم. في المثال رقم ثلاثة داس هي هي داس إست ديا من. هذا هو الرجل. عملت كومة قلت لك حط لي ضمير صلة. يلا داس إست ديا من حاجة كده إيش هويتا ها بيزوخة. أنا بحاول أجيب جمل بسيطة، أوعى تفتكر إن أنا بجيب لك جمل بسيطة كده. الحمد لله بفضل الله أنا أقدر أجيب جمل مكلكعة جدا، بس أنا عايز أفهمك الفكرة في أبسط صورة ليها، وأما تيجي تكلكع أنت هتبقى فاهم صدقني. يلا صديقي سم الله قول بسم الله الرحمن الرحيم. حدد لي كده لو سمحت بعد اذنك فين الجمله ذات الصله. الجمله ذات الصله هي الكلمه اللي اسمها دير من. يبقى ضمير الصله هيبقى واحد من اربعه دير ها او دين ها او ديم. ايه ده ايه ده كتبت كده ليه؟ دير او دين او ديم او ممكن كمان تقول دس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا عم سمي الله واقرا الجمله كده، سمي الله واقرا الجمله وخليك كده عيل جامد. يلا سيدي بسم الله. يلا قال ايه بقى؟ هذا هو الرجل حاجه كده انا ازور اليوم. يلا هو ده الراجل اللي انا هزوره. ايه ده؟ يبقى اكيد مش نوميناتيف لان انا النوميناتيف انا الفاعل. هو ده الراجل اللي انا هزوره.
ده انا عندي الفعل اللي اسمه بيزوخن، وده بيزوخن. هو انت بتعمل حاله ايه؟ قال لي انا من اهم الافعال اللي بتعمل حاله اكوزاتيف، فالاجابه الصح بتاع حضرتك هتبقى دين. داس ايز ذا مان دين ايش هويت بيزوخن فيل. هو ده الراجل اللي انا عايز ازوره النهارده. ركز عشان هي تركيه بسيطه. يلا هات كده يا صديقي المثال رقم 3. في المثال رقم 3 بيقول لحضرتك ايه؟ يلا ها المثال رقم 3 ام قايل، لا 4 بقى مش 3 وفكروني كده. المثال رقم 4 ام قايل داس ايست ديا مان، هذا هو الرجل، وعمل كوما بلا 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 ايش هيلفن زول. الله الله الله، هي زول الاس طلعت كبيره قوي زياده عن اللزوم كده ليه؟ واما صغرتها طلعت صغيره زياده عن اللزوم، بس مش مهم مش مهم عادي عادي. يلا يا عم الحاج نرجع كده للكلام بتاعنا ونشوف كلامنا وحلاوتنا. يلا يا عم فينا الكلمه المرجعيه، هي الكلمه اللي اسمها ديرمان. طالما الارتيكل بتاعها دير يبقى انا عندي 1 2 3 4 ضمائر الصله، يا دير ها يا دين يا ديم يا دسن، مفيش مشاكل. هذا هو الرجل اللي انا لازم او ينبغي اساعد. الفيرب اللي اسمه هيلف المعنى ايه يا صديقي؟ اساعد. واحد بيقول هو ده الراجل اللي انا المفروض اساعده، الصلاه على النبي يقول عليه الصلاه والسلام انا هو الفاعل، يبقى دي الغلط، يبقى اكيد الراجل مش هيبقى نوميناتيف دين او ديم او دسن. طب الفعل اللي اسمه هيلفن انت بتعمل حاله ايه؟ قال لي انا وبلا فخر. فاكر اهم الافعال اللي بتعمل حاله الداتيف، فالاجابه الصح بتاعتك هتبقى ديم. داس از ذا مان، هذا داس از ذا مان، هذا هو الرجل ديم ايش هيلفن زول، اللي انا المفروض اساعده. اللعبه لعبه ادوات من زمان من زمان قوي. اللعبه لعبه ادوات، يعني اللعبه لعبه ادوات، انت حافظ الكلمه بالاداه هتمشي نفسك. انا قلت لك الكلام ده قبل كده، هتحفظ الكلمه بالاداه هتفتح اي باب كده بوم برجلك، ايه خش يا ده انت اجري خش زي ما انت عايز. طيب بقول لك ايه، سمي الله. تعالى يا صديقي كده لما نخش على لو كان البيتسوكس فورت بتاعت حضرتك، يلا بقى انت اللي هتشرح. لو كان البيتسوكس فورت بتاعك كلمه الارتيكل بتاعها داس، يعني مثلا داس ايست داس كينت، يلا هذا هو الطفل. استنى، هي البيتسوكس فورت بتاعتك الارتيكل بتاعتها ايه؟ فكرني كده، داس. يبقى الريلاتيف برونومن بتوعك مش هيخرجوا بره حبه حاجات، يا اما داس عشان حاله النوميناتيف، يا اما داس عشان كده كده في الاكوزاتيف ما بتتغيرش، يا اما ديم علشان حاله الداتيف، يا اما ديسن علشان حاله الايه؟ الجينيتيف. تقول لي خلي بالك انت هناك ما اديتنيش حاجه على حاله الجينيتيف، اقول لك عيوني انا محوشها لك لهنا ليه؟ لان ديسن وهناك ديسن، فالفكره واحده. يلا صديقي، وبعدين بعد ما اكتب الناس دول لازم اجيب نيبن زاتس. يعني ايه نيبن زاتس؟ يعني الفعل المصرف ارميه في اخر الجمله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله. يلا يا عم المثال فوق كان 5، يا عم ده 6 ما يجراش حاجه. يلا داس ها ايست داس كيند، هذا هو الطفل كوما. يلا ها ايست داس كيند، هذا هو الطفل كوما. يلا الطفل اللي انا ههنيه. على فكره ممكن تقول كده انت، بس انا مش عايز اتوهك. انت ممكن تقول داس ايست داس كيند داس ايش سوم جيبورتستاج. بص انا بطول الجمله ما يجراش حاجه، ادي جيبورتستاج يعني عيد الميلاد. غاتوليت هاب، هذا هو الطفل اللي انا هنيته بمناسبه عيد الميلاد، ولا يهمك يا جدع هنيته بمناسبه عيد الميلاد. يلا يا عم بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله. البيتسوكس فورت بتاعتي كلمه الارتيكل بتاعتها ايه؟ داس. يبقى انا عندي حاجه من 4، 1 2 3 4. يلا انا يبقى اكيد مش داس، خلاص انا مش هتبقى داس في النوميناتيف. يعني طالما انا اللي هنيته يبقى هو حاجه من 2، يا اما هيبقى اكوزاتيف يا اما هيبقى ايه؟ داتيف. الرك على مين يا حبايبي؟ الرك على الفعل. الفيرب بتاع حضرتك هو الفيرب اللي اسمه جاتولين، واللي بيعمل حاله ايه يا صديقي؟
داتيف صريحة يبقى سيادتك هنا هتكتب الكلمة اللي اسمها ديم. داس إيس داس كيند ديم إيش غراتوليت هاب ديم إيش سونجي بوتساك غراتوليت هاب. هذا هو الطفل اللي أنا ساعدته على أو هنيته بمناسبة عيد الإيه؟ الميلاد. يلا طب بص يا سيدي سمي الله قول بسم الله. هات لي كده المثال رقم كام يا عم؟ هات لي المثال نوما زيبن. بيقول لحضرتك ايه في المثال رقم 7 ده؟ داس ها است يكون داس كيند. هذا هو الطفل. ركز بقى بلا 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 فاتا الله. هنا بقى خلي بالك هذا هو الطفل حاجه كده فاتا ليغا است. هذا هو الطفل اللي باباه معلم. اللي باباه ابو الطفل. استنى ابو الطفل ام الطفل زوج الراجل او زوجة الراجل. زوج الراجل ازاي؟ زوجة الراجل صديق اللي مش عارف مين. اه ده مضاف ومضاف اليه. يبقى دايما هتلاقي هنا عند حضرتك ايه؟ ابن ابن الراجل او الراجل ابو الولد زوجة الولد زوجة الراجل وهكذا. يبقى اللي قدام حضرتك دي حالة اسمها حالة الاضافة. طب يا كيند انت الارتيكل بتاعتك داس يبقى البرزونال برونو اسف الريلاتيف برونومين بتاعك ايه؟ داس. يلا هذا هو الطفل اللي باباه معلم يكون ايه؟ معلم. طب تيجي ناخد مثال على الفتى. يلا على اسف كلمة دي ماشي ماشي يلا يلا سيدي. واحنا بنتكلم كده فبقول لك ايه؟ تعالى كده المثال رقم 8 ده. داس است دير مان اللي انا لسه قايل عليه شويه. حاجه كده فراو زوجه. عايز اقول هذا هو الرجل اللي زوجته ها اوستراليين شتمت. دايما بنقول كومت اوس. انا بقى حبيت ارخم عليك شويه. شتمت اوس او شتمت فون جاي من يعني منشأه. شتمت جاي من كلمه اسمها شتم اصل اللي منشأه يعني. يلا يا عم ولا يهم. يلا سمي الله قول بسم الله الرحمن الرحيم. دي من عايز اقول اللي زوجته يبقى حضرتك هتقول الكلمه اللي اسمها ديسن فراو. يبقى زوجة الراجل زوجة الراجل تأتي من ها تأتي من ايه؟ زوجة الراجل تأتي من أستراليين إيه؟ أستراليين. طيب هل في كلام مش مفهوم في الكلام اللي اتقال قدام حضرتك ده؟ هل في عند حضرتك كلام أنت مش فاهمه؟ ها؟ هل في كلام مش مفهوم؟ ردوني كده قولوا لي أو لأ. كله واضح؟ لا ما بيقطعش. لا 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 لا, لا. لا لا مش بيقطع ما تهزروش. ده انا هقطع شراييني لو قطع اقسم بالله هقطع شراييني كده. ما تهزروش. الجمله الاخيره اشرحها مفيش مشكله مفيش مشكله ما قطعش البس زي الفل. طب دلوقتي ايه؟ شغال شغال. تيجي نشوف الجملة الأخيرة. زميلنا بيقول الجملة الأخيرة دي مش واضحة. أقول له يا جدع أنت في إيه؟ وأنا أخوك مات. أخوك لسه عايش أهو يا عم يوضحها لك مفيش مشكلة. هذا هو الراجل اللي زوجته. هات لي بقى أصلها زوجة الرجل. يعني إيه زوجة الرجل؟ يعني دي فراو ديس مانس. ما هي دي حالة الجينيتيف أصلا. دي فراو ديس مانس. يعني إيه دي فراو ديس مانس؟ يعني زوجة الرجل. فاللي حصل ايه؟ ان كلمة من نزلت هنا بقت بتسوكس بورت. شايف ديس ادي ديس اهي. حلو؟ والاس دي اهي اس تانية. انا بحاول افهمها لك بس انما طبعا ده تفسير كده انا جاي وشعبي من تحت بير السلم كده عندنا في مصر. فديس فراو. ما انت لما تيجي تقول كده هذا هو الرجل اللي زوجته من ايه؟ استراليان شتمت. خلي بالك ان انا بعد ما اخلص هديك استخدام جميل جدا للريلاتيف برونومن بس اصبر عليا اتقل عليا والله العظيم هتتراضى احلى مرضيه. يلا قولوا بسم الله.
تعالى كده يا صديقي لما نخش لو كانت الكلمة أداتها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت الكلمة البتسوكس فورت بتاعي الارتيكل بتاعها دي، يعني مثلا بقول كده داس إست دي فراو، هذه هي السيدة. فالريلاتيف برونومين يبقى شكله ايه؟ يبقى دي في حالة النوميناتيف، ودي في حالة الأكوزاتيف، دي في حالة الداتيف، وديرن في حالة وديرن في حالة الجينيتيف. يلا بسم الله، سموا الأول بسم الله الرحمن الرحيم. ها ما تنساش ان بعد كل الكلام ده بعد الريلاتيف برونومين هيبقى عندنا نيبنزاتس. فكرني يعني نيبنزاتس، يعني فعل الجملة المصرف في آخر الجملة. فعل الجملة المصرف فين يا صديقي؟ في آخر الجملة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، سموا الله، قولوا بسم الله. يلا بقى انت اللي هتشرح، انا هفضل اشرح طول عمري ولا ايه؟ يلا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. المثال رقم زي ما يطلع وليكن مثلا 9، قال لحضرتك ايه؟ داس است دي فراو، هذه هي السيدة. بلا 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 حاجة. وبعدين قام كاتب مثلا ها من زي الت است، يعمل ايه الت؟ هذه هي السيدة حاجة كده. من غايش است، انت عارف يعني غايش؟ غني معاه فلوس كتير. هذه هي السيدة اللي جوزها معاه فلوس كتير. يبقى دي حالة ايه؟ الصلاة على النبي يقول عليه الصلاة والسلام، تبقى حالة جينيتيف. يبقى هتكتب الضمير الصلة اللي اسمه ايه صديقي؟ ديغن. طبعا الموضوع واضح جدا من اول مثال او من اول فكرة اللي هي بتاعت الديه، انت لو خدت بالك منها هتتراضى كويس جدا 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 وانت بتتعامل في بقية الايه الحاجات. بس انت ركز كويس جدا وما تستعجلش. يلا بص كده بسم الله الرحمن الرحيم، سمون الله. ها طيب، في بقى ملحوظه مهمه جدا. تقول لي هير اسلام، اقول لك يا قلب الهير اسلام. نعم طبعا، خلي بالكو انا خلصت الاصل الفكره الاساسيه، انما خلي بالك بقى من حاجه. افرض الدواخل بقى واستخدامات متعدده للجمله دي، واستخدامات متعدده للجمله دي. في فكره بسيطه كده انا عايز حضرتك تاخد بالك منها. ملحوظه الاول، افرض انت عايز تقول الجمله دي. يلا بص كده، ديا تسوق، يعني ايه ديا تسوق؟ القطار. وعايز تقول كده، اللي انا سافرت بيه، الذي سافرت به سريع جدا، ديا تسوق. بص بقى بص بقى بص بص، هو القطر ده مش وسيله مواصلات بتاخد حرف جر اسمه ميت؟ ايوه صح كده. القطار اللي سافرت بيه، الله، طب هي دي وميت بتعمل حاله داتيف فتبقى ميت ديم. القطار الذي سافرت به ميت ديم ايش جي فاغن بين، اللي انا سافرت بيه ها است يكون زي شنل. عايز تقول فار، قول فار، ما يجراش حاجه، مع ان انا شايف ان است مش وحشه ولا حاجه. القطر اللي انا سافرت بيه يكون سريع، هو سريع. القطر اللي انا سافرت بيه ماله سريع. ايه الملحوظه اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها؟ لو قبل ضمير الصله، ركز، حبيت تحط حرف جر، حط يد وجمد قلبك يد ما تخافش، بس خلي بالك حرف الجر بيعمل حاله ايه؟ علشان ضمير الصله هيجي في الحاله المظبوطه اللي انت عايز تقولها. فانت عايز تقول القطر اللي سافرت بيه يبقى ميت ديم، علشان هو ده دير فبقت ديم. القطار الذي سافرت به است ذا شنال، القطر انا سافرت بيه است ذا شنال. انت عارف الجمله دي لو انت حابب تفكها من غير جمله صله هتفكها بجملتين. انا سافرت بالقطر نقطه، القطر كان سريع، ادي جملتين. انت دلوقتي بقى قلت ايه؟ القطر اللي انا سافرت بيه ذا شنال. طيب خد مثال كمان. واحد بيتكلم كده فقام قايل ايه؟ ماين فريند، ايوه كده، يعني يا صديقي ماين فريند صديقي. بلا 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 اين جيشينج جيكاوفت هابر. يلا است او فيرد، يلا فيرد مورجن
بكرة هيبقى عنده 42 يارا. مين يحل؟ حد يحل؟ ولا انا حل وانتوا تقولوا لي انت ماشي صح ولا غلط عشان انتوا شطورين. فاين ده البيتسوكس بورد. ارتكلك ايه يا ديه؟ الصديق اللي انا اشتريت له، الصديق اللي انا اشتريت لاجله. يعني عايز احط حرف جر اسمه يا صديقي فيا. يلا حرف الجر اللي اسمه فيا ايما بلس اكوزاتيف، يبقى الصديق اللي انا اشتريت لاجله يبقى هو ديه. في الاكوزاتيف هتبقى دين. ماين فريند فير دين ايش. انا اسف في هنا كلمه ايش يا دين النبي، انت رحت فين يا ايش؟ فير دين ايش اين جيشنج كوفت هابه فيد موج 42 يارا. انا اشتريت دلوقتي هديه فماشي كده، فانت بتقول اشتريت الهديه دي لمين؟ اقول لك اشتريتها لصاحبي. صاحبي اللي انا اشتريت له هديه هيبقى 42 سنه. الجمله دي ممكن تتفك في جملتين. يلا انا اشتريت لصديقي هديه نقطه، صديقي هيبقى نانا نقطه. طب وعلى ايه؟ ما تعمل جمله الصله زي ما قلت لك في الاول، بترقي كلامك، بتخليك عايل روش. يلا خد مثال تاني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. رحت بنك؟ اه رحت بنك بس البنك كان زحمه، دي بنك، او كان مقفول مثلا، دي بنك اللي انا ذهبت اليه تسو ديا. يلا تسو ديا ايش جي جانجن بين. البنك اللي انا ذهبت اليه فا جشلوسن، كان مقفول. انت عارف الجمله دي يا صديقي لو حبيت تفكها تفكها ازاي؟ انا ذهبت الى البنك نقطه، البنك كان مقفول. طب وعلى ايه يا عم؟ ما تعمل جمله صله على الماشي، تفصيله كده، فصل لك جمله يا، ما تخافش يا، وخلي قلبك جامد. البنك سو ديا، طبعا سو معناها الى، اللي دايما بتعمل حاله مين؟ داتيف. طب البيتسوكس فورت بتاعتي دي، في الداتيف بتبقى ديا، يبقى دي بنك سو ديا ايش جانجن بين نيبن ذاتس اهي فار جشلوسن، كان مغلق. يا رب تكون الفكره دي وصلت. الفكره دي مهمه جدا علشان تعرف تعمل ايه، علشان تعرف تعمل القلبه دي، عشان تعرف تعمل القلبه بتاعت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد. عشان تعرف تعمل القلبه بتاعت ضمير الصله او جمله الايه؟ الصله. دي الملحوظه الاولى اللي انا عايز اقولها لحضرتك. طب الملحوظه الثانيه، بسم الله الرحمن الرحيم كانت ايه؟ الملحوظه الثانيه هي ان انت تاخد بالك لو عملت كده وعملت نيبن ذاتس، لما تيجي في الجمله الثانيه دي لو سمحت بعد اذنك خد بالك انك هتخلي الفيرب في البوزيسيون نومات فاي زي ما هو، بس هتحسب كل ده كده بوزيسيون نوما اينز. على فكره دي فكره روشه جدا في الروابط اللي ملهاش نصيب تكمل. الروابط دي هي مالهاش نصيب تكمل بس هي لازم تعرفها. البنك اللي انا رحت له امبارح ده كله بوزيسيون نوما ايه؟ اينز. فالفيرب جه في البوزيسيون نوما تفار، يعني ما ينفعش تقول ايه؟ دي بانك تسو ديا ايش جانجن بين جشلوسن فار مثلا، لا فا جشلوسن كان مغلقا، يبقى الفعل هنا برضه جه في المكان نوما تفاي، بس كل الجمله الاولانيه دي هي الايه؟ هي البوزيسيون نوما اينز. طيب تعال نلعب لعبه. يلا هنلعب لعبه مع بعض. هكتب جملتين وعايز حضرتك تعمل ايه؟ وعايز حضرتك تعملهم لي بقى، تربطهم لي يعني. يلا واحد بيتكلم كده فقام قايل ايه؟ ها ايش انا هاب ماينن فريند بيزوخت. ادي الجمله الاولانيه، ايش هاب ماينن فريند بيزوخت ايه هات بروبليما، هو عنده مشاكل ميت زاينم شيف. يلا انا هسيب لك وقت تفكر، زي ما الست ام كلثوم قالت اكتر من مره عاتبتك واديت لك وقت، اديت لك وقت تفكر. اتفضل.
على فكرة صعبة والله العظيم، ما هي سهلة والله العظيم، صعبة وصعبة جدا. ها حد عمل حاجة؟ حد قال ايه؟ طب يا عم مش هسيبك تفكر كتير، تعال تعال لما نقرا الجملتين ونطلع لنا بتسوكس فورت ونطلع لنا جملة تانية. بيقول انا زرت صديقي، صديقي طبعا على صديقي عنده مشاكل مع المدير بتاعه. طب ايه رأي حضرتك لو قلت كده؟ بص كده بقى ركز، ماين فريند، بالله عليكم لا تركزوا، خلي بالكم انا هقول ايه. ماين فريند هو ده البيتسوكس فورت اللي انا حبيته، هقوم عامل كومه. صديقي اللي انا زرته، يلا دين، ها دين ايش بزوخت هاب، يلا نترجم. صديقي اللي انا زرته كما هات بروبليما مت زاينم شيف. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا اسلام عبد الطاهر، انا زرت صديقي هو عنده مشاكل مع المدير بتاعه، صديقي اللي انا زرته عنده مشاكل مع المدير. على فكرة ممكن تتقال، فينا نقولها بطريقة تانية، صديقي اللي عنده مشاكل مع المدير انا زرته. وعارفك والله تبقى كده، بص كده بس، خلي بالك في حتة قلبة جامدة قوي. يلا ماينن فريند، ودي تقيلة، ماينن فريند كوما، وبعدين حط لي بقى البتسوكس بورد، ديا بروبليما انا نن 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 هات كوما، ركز كده، هات لي اللون بتاعنا، هاب ايش جستن بيزوخت. فين القلبة اللي انا بقول لك عليها؟ ركز يا ده عشان انت صعبان عليا، اقسم بالله انت صعبان عليا. مبدئيا هو البيتسوكس فورت فريند واداتها دي، وعشان هو الصديق اللي عنده مشاكل فنومناتيف، دي بروبليما هات فنومناتيف مفيش مشكله. انما ليدي ماينن، ليدي في حاله الاكوزاتيف، لان بقيه الجمله بتقول هاب ايش بيزوخت، يعني انا زرت الصديق، فالصديق جه في حاله الايه؟ الاكوزاتيف، في حين ان هو في جمله الصله او في ضمير الصله كان جاي في حاله الايه؟ النوميناتيف. الكلام عن جمله الصله ببساطه شديده، طبعا على فكره في حاجات تانية اكبر واعمق، بس ممكن نعمل لها حاجه مكمله، انا مش عايز اتوهك كتير، يا رب تكون فهمت الجزء ده، الجزء ده ضروري علشان تقدر حتى تكمل فيه جمله الصله. يا رب يكون الفكره كامله وصلت بكامل مستوياتنا وبكامل الكلام معانا، ان شاء الله تكون الفكره وصلت، يا رب اكون قدرت اوصلها لحضرتك. اللايف ده ان شاء الله هينزل على اليوتيوب، وزي ما اتفقنا انا محتاج منك اي رياكت على اليوتيوب، والكلام ده بيوصلني وانا اللي برد بنفسي.